بالنسبه خويا السلعه راه ماشي بحال العام اللي فات، تنظن الاغلبيه مسكين الاغلبيه راه ما غايشريش. ملي ولات شوايه كانت العام اللي فات بحال هاد الشوايه هذه كانت دير 36 درهم، دابا دايره 45 درهم. دابا هاد البيع والشراء شنو غياكل منها، ولا هاد الشراي براسو اللي غيشريها باش غيستافد منها قاصحه عليه ب 45 درهم. واش نقول لك بزاف، راه بزاف ديال الحوايج اللي تزادوا، اللي ما تزاد فيها والو، ما تزاد فيها، تزاد فيها 3 دراهم. هذه الحاجه اش نقول لك، موس هذاك الموس ديال الخضره اللي كنقولوا ليه حنايا حاده وصل دابا 5 دراهم، كان غير بجوج دراهم 50 ريال، دابا ولا ب 5 دراهم باش تبيعو. انا البيع والشري هو كلاصا. نقول لك زعما ما ابار العيد ابار الحولي ابار هذه، راه بالنسبه للبيع والشراء في اي ناحيه. دابا تنقول لك انا ماشي زعما غير بهذ النواحي، فهاد العواشر ديال هاد العيد وهذه كلشي هو كلاصا. والاغلبيه كيجيب السلعه كي دابا حنا براسنا غنتقبلنا نتقداو السلعه باش نبيعوها. دابا انا جيت نقلب لقيت الثمن غالي، ما غيسال حتى المستهلك اللي غادي نقول ليه الثمن ما غيتخلع، ما غيشريش من عندي. وانا واخذ وندي معاه جوج دراهم في البياسه، تزيد عليه دوك جوج دراهم تيقول لك هذا بزاف. ويلي ما انا الحولي باقي ما شريتوش، عاد انا غنشري هنا هاد غنشري هنا هاد الشوايه ب 900 ريال وزيد شنو عليها اخر، خاصو قطبان خاصو واش نقول لك. الله يدير شي تاويل الخير وصافي، تنطلبوا من المسؤولين يخفوا علينا شي شويه، راه والاسباب بزاف اخويا، والاسباب راه عالميا، عاد نزيدوا عاوتاني داخليا راه حنا بلا ما نقول لك، بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال داك الناس اللي كيجيبوا. حيت دابا واحد جايب سلعه كيبيع لواحد اخر، هذاك واحد اخر عاوتاني تيبيع لواحد اخر، ويا غادي انا كنزيد جوج دراهم، الاخر تيزيد 3 دراهم، الاخر تيزيد 4 دراهم، ما كتوصل للمستهلك توصل ليه بواحد الثمن. اش نقول لك، ثمن خيالي، هو كيبقى يتبهض. راه ملي كيجي يحسب دابا راه كيلقى او غيخسر 500 درهم ولا 600 درهم غير على الشوايات وقطبان وموس ومضايا 500 درهم. يلاه وزيد عليها عاوتاني العيد شحال غادي يولي؟ غيشريه ب 80 غتوصل ليه 90000 ريال. راه ديما اش نقول لك، الله يدير شي شيء نطلبوا الله يلطف بينا وصافي، الله يلطف بينا وشكرا بزاف. ديما عين خويا تندير هذا الشيء، هذا هو يعني الدومين ديالنا، حنا تنمشيو مع الموسم تتجي كل حاجه، تنحاولوا يعني ندور مع الموسم باش يلا الامور كما تنقادوا الكفه، شي على حسب الوضعيه ديال كيف عايشين في هذا المجتمع، هذا شويه الاثمنه مرتفعه باش يلا كما تنقولوا تنحاولوا نتعايشوا مع الناس اللي في المستوى. حاليا القراطي شويه فهمتي استفافات، يعني كل شيء اللي متطلبات ديال عيد الاضحى، اثمنه يعني زايده، كل شيء غادي يعني في واحد اثمنه مرتفعه، يعني ما غاديش تتصور كل شيء. هذا الشيء اللي يعني ديال المناسبات ديال العيد غتنحاولوا يعني نوفرهم للمواطنين.